بروجيات حنا خدامين فيهم الحمد لله. شوقي كما الناس عارفين الارتيست ديالي، كان فكرة كانت هو ان مغربي اللي عادي من طبقة عادية وعنده واحد الموهبة كبيرة اللي شفتها تقدر توصل، وفهمتني لازم تعاون واحد المغربي ديالك، وشوقي كان هو الاولي. والحمد لله احنا باقي خدامين بروجي، وخدمنا بعض بروجيات اليوم عالميا بحال اللي عملنا مع بيتبول حبيبي اي لاف يو، عملنا الاغنيه اللي كانت اوفيسيال ديال بي ان سبورت ديال المونديال اللي خرجت هي عالميه، عملنا مع ماجيك سيستم في ذا ماجيك ان ذا اير، نجحت هي نجاح كبير في فرنسا وفي العالميه. وحنا ماشيين ودابا مع دكتور البان، وعاد دابا عندنا هاد كامل لايف اللي هي مفخره بالنسبه ليلي، وان شاء الله تكون مفخره بالنسبه للمغاربه كاملين. انا بعدك انا كما قلت دابا ان هذا يعني فخر كبير بالنسبه لي انني كنشتغل مع رضوان مره اخرى، لان دائما كل مره كنشتغل معه هي واحد خطوه للامام بالنسبه لي في كارير ديالي. طبعا في الفخر الثاني هو انني كنغني في واحد الاغنيه مغربيه كتمثل المغرب، اللي هي واحد نقولوا بحال واحد بيبليسيتي عالمي، كنعطيو الصوره الحقيقيه على البلاد ديالنا، بلد الكرم وبلد الخير والامان. الفقرة الثالث هو اننا كنغني الكره المره الثانيه، دابا المره الثانيه احمد شوقي يرجع المغني للكره هذا ما عرفتش هو شافني، ولكن هذه كنظن بان جات صدفه وكان فرصه بالنسبه لي انه يقدر يعمل اي مغني عالمي واختار ولد بلاده. كنظن ان هذا واحد الانجاز بالنسبه لي كبير انه اختارني، انجاز بالنسبه لي وهو بالنسبه لي واحد بحال نقولوا عاون واحد ولد بلاده باش يبان بصوره افضل وبصوره اكبر. ولد الشعب. ولد الشعب ايوا هذا. والحمد لله الامور ديالنا ماشيه، كنوجدوا حاليا الاغنيه الالبوم بالانجليش والالبوم بالعربي، راه يكون ان شاء الله في 2015 اليوم على ابتسر. الله يكمل بالخير. امين. هيت راديو نمبر 1.